في موضوع التعاون، بحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم الأحد مع السفيرة الألمانية في الجزائر إليزابيث وولبر بمقر الوزارة العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، ولا سيما حالة الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، وعبر عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة، كما بحث الجانبان مختلف المجالات التي توجد فيها فرص لتطوير الشراكات على غرار المحروقات وتطوير الهيدروجين النظيف ونقل التكنولوجيا والمعرفة.